كليك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. صلاح عبيد إلا ويح وقلة البركة. لايحة ورا لايحة وستر الله. هاو اعتذار هاو تصنيف هاو درشنية. احنا شعب طبيعة عيسنا منكم ما عادش حاسنا بيكم بيخسرش يا أخي يقعد يخلص وما عادش تحكي عليه. واحنا كشعب زادة حاسين انه نجمو نعطيو لوايح كانوا مشكل لا ثقنا به جديد قبل اخي ابو بكر عملنا لوايح من 2011 اليوم انا نذكر اليوم كنا ذي اكثر مره حكينا فيها على لوايح في تونس في 2020 ولكن ما صارش عليه البوب لهذا الكل معنا با فرنسا وليبيا واي دوله اخرى راهم ما يهموناش احنا نحبوا لوايح تمسنا احنا في الصميم فما حاجات انا مثلا انا تو في سلاحابي باش نعمل جلسه عنوانها لائحه الاعتذار عن المهازل اك بصفه عامه هاك تفضل سيد النواب يا كرام شنو المهازل اللي تحبوا نحطوهم في اللائحه هذه ونشوفوا لهم حل فنشوفوا انه يعتذرونا ولا حاجه صاروا لنا في تاريخنا فما برشا حاجات احنا مستنا قبل اي تفضلوا بالواحد اللائحه ذيقه انا ماذا بيا تشليحه في مهزله كرويه كبيره صارت في تونس في الكوب دي موند اللي فاتت كي خسرنا كونتر بلجيكيا بخمسة انا نحب المنتخب بكله يطلب الاعتذار من الجمهور التونسي على خيبه الامل الكبيره اللي صارت وخاصه نبيل معلول ماذا بيه يطلب الاعتذار ويعرف اللي راهي بلجيكيا نتاع 2002 اللي عملنا معها نول ماشي بلجيكيا اللي لعبنا لها في الكوب دي موند اللي فاتت عام كامل قبل الكوب دي موند واحد نتهدوا باش نربحوا بلجيكا ومن بعد كلينا خمسة بين معلول وبكيت وما سقف ما سخفتهمش راهو احنا لان نطالبوا دولة بلجيكا لازم تعتذر واحنا راهو في الكورة الله غالب ما هزلنا برش وتظلمنا برش خويا السلام عليكم ولا مستعان بلي نحب نقدم لائحة نتاع اعتذار حاب نعتذروا منا نحب نقدم لائحة نتاع اعتذار المنتخب الاوكراني 2006 وقتها شفشينكو ضرب سقيفي بعضهم الزوز نحب يجي شفشينكو يعتذر منا في المجلس معناتها الناس الكل فهمتني مش معقول خير الله ما هو معقول ضرب سقيف زوز بعضهم وطاح وخذ بنالتي وما ترشحناش لازم يجي يعتذر وكذلك نحب الشخص الاخر القائمة نتاع اعتذار هذه يضموا لها هذا الشخص الاخر نتاع بوركينا فاسو الاتاكون هذاك اللي ماركنا كالطويل هذاك فهمتني سبع شعره بالاصفر هذاك لازم يجي يعتذر منا ويبكي مش يعتذر يعتذر ويبكي شوف نسمحوه شوف قدم ربي قدم عبيده اي تروح اوكرانيا ذاك كون نجم ترشحوا الله غالب بعدك خسرت سبانيا مع السعوديه تروح اوكرانيا شفشينكو جي شوف نجيبوه البارد ويعتذر حرمنا وقته اما احنا ردوا بالنا راه ما نحطوا شيء في اللائحه هذه يعبر على حاجات شخصيه مصلحه الشعب قبل مصلحه شخصيه ما عندكش حاجه خلقتك وحدك تحب تعتذر منها معناها ولا بحكم معناتها كان جيت انا بشعب معناتها الكل يحب شكون يجي يعتذر منا كشعب معناتها نحب الاخوه نتاع الروبا فيكيا اللي عيطوا فيكيا 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 دوكا يجوا يعتذروا منا الكل على خاطر انا كنت نعطيه شطر بيتي يعطيني كاس فبالتالي لازم يجي يعتذر معناتها ما عندوش حل ياسر يجي يعتذر يرجع لي شطر البيت ما عندوش حل وبالتالي لازم يعتذر ويرجع شطر البيت ويزيد فوق كذو بينيفيس دوكا اللي عملهم معناتها كل شيء يجيب اباجوره يجيب كوميديين ويتصرف يلقى حياته معناتها حل حياته ميرسي هو اساسا لازم يعتذر على قداش من مره قايم لي منهم في القوي باي هاي تفضلوا سيد النواب ما تحشموش ميسيرش هيدوش عندكم مثلا شنية الحاجات الأخرين اللي تحب مثلا حتى كان فيما أقرب الناس ليكم لو مصلحة الدولة قبل كل شيء نعم لائحة ونطلبوا بالاعتذار من أماتنا الكل جيتوا من السماعة اللبسة اللي كانوا لبسوا لنا فيها ومقتنعين لي باهي ما انتمك نرجع نشوف حوايج العيد بتاعي قسم بالله العذاب ما لنا بكيبا حتى كان يخرج للشارع على ربنا سوي لورانجي صبات أخضر ماريو الأصفر ببغاء مش عندك باك يجي يعتذروا منا الكل يعتذروا منا أماتنا الكل على حوايج العيد برجو ليه ميمت على راسي وعيني كل حاجة بلا ستة هاي زيدونا ترى فماش حويج اخرى كي ابهرنا بها العالم اما طلعت كذبه مثلا حكم انه فما توندونس وتريا طالعه جديده نتاع الاعتذار وكل شيء حب الشخص اللي جاب فكره كيف تحط كسكاس فوق لونتين نتاع التلفزه تخدم الشيء الخير فهمتني فبالتالي يجي يعتذر منا شعب كامل فهمتني وكان ما اعتذرش نجيبوه نضربوه بالكسكاس على راسه ولا نطيبوه في وسطه لقى حل مفيد معناتها مفيد اعتذر منا خاطر انا عادي حياتي نحط في الكسكاس فوق لونتين وبالتو اكتشفت ليه ما تجيش فهمتني كيفاش دونك يجي يعتذر منا خاطر كيسينو شو يدخل في مشاكل هكا لازمنا كدوله كامله بتبيع نعتذروا للعالم وللمجتمع العلمي المهازل راهو كي جايحة هذيك علاش عملنا لها لائحة واحنا كعالميين لازمنا نقفوا مع أي لائحة تصب في مصلحة البلاد ساعة أنا نقول لازم لائحة عاجلة اليوم قبل الغدوة في المهازل الإعلامية اللي صايرة الناس كل تعرف ما غير ما نسميه بالأسامي لازم الحقيقة يعتذرون نيسم طيب أنا جبتك جيت على حيك مهازل الإعلامية بتاع شني والله ما نسمح لكش لو تجبد الزملاء بالخايب خاطر راهو فما الباهي والخايب في كل شيء كان المجلس فيه كان الخايب بو الليستا هكا لاباس يمكن ناقص حويجه كان على المجلس فيه كان الخايب في باهي مثلا الليستا هكا بون جوا باهي ناقصتنا يمكن حويجه شخص
انسان معين هكا انسانيه لازم نعتذر عليه ولا هو يعتذر ولا اللي هو الشعب التونسي كل ليه في المهزلة متاع مجلس النواب ونسين أكبر مهزلة في تاريخ تونس بالرسمي راه مجلس النواب ميجي شيء قدام المهزلة اللي قاعدة صايرة واللي قاعد يعمل فيها وليد النهدي يا خويا يزي من اللي تعمل فيه يزي من الفيديوهات وهالكليبات اللي تعمل فيها هكا هو بابا هكيك نعملوا لائحة تصنيف بالنسبة لوليد النهدي نصنفوه مثلا شبه فنان شبه كوميدي غير منتمي هكيك جاوبه بو هو الحزب راه اللي يقلق يعمل لائحه وفيراج منه وفيراج من غادي ومراول وفلامات انا جوست نقول لهم راهو اكبروا شويه ما يجي دخلت باك سلاح ابيض